نتابع تداعيات المتحور الجديد أوميكرون، هذا المتحور إذا نتابع التأهب له في مختلف العواصم. إذا نربط الاتصال مع شبكة مراسلين من الرياض عبد الواحد الحميد معنا من هناك، من رام الله خالد القاسم، من باريس زين عدي، ومن لندن مصطفى زارو. مرحبا بكم جميعا. عبد الواحد الحميد أبدأ معك في الرياض، كيف تتابع المملكة المتحور أوميكرون؟ نعم صحيح، فيما يتعلق بمستجدات هذا المتحور الجديد، آخر ما ذكرته وزارة الصحة اليوم كان في المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان بين عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة الصحة العامة، وبالإضافة إلى وزارة الحج والعمرة. كانت وزارة الصحة من خلال متحدثها أكدت بأن هذا المتحور مثير للقلق، هكذا وصفه متحدث وزارة الصحة السعودي الدكتور محمد العبد العالي، فيما ذكر متحدث الصحة العامة بأن لم يتم تسجيل أي حالة حتى الآن. صهيب، أشير إلى أن السعودية خلال الأيام الفائتة كانت تشهد عدد قليل جدا من الحالات المصابة بفيروس كورونا، نتحدث اليوم عن 24 حالة فقط تم تسجيلها هذا اليوم. هناك كذلك صهيب، إلى جانب هذا هناك عدد من الاشتراطات التي فرضتها السلطات السعودية، نتحدث عن يعني قدوم المعتمرين، حيث يقدم العديد من المعتمرين من مختلف دول العالم إلى السعودية بعد خفض الإجراءات قبل شهر أو شهرين تقريبا. في غضون ذلك يعني أكدت وزارة الحج والعمرة على وجوب الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام، بالإضافة إلى أخذ يعني مسحات PCR بشكل متواصل للتأكد من سلامة القادمين للعمرة، بالإضافة إلى يعني ما ذكرته وزارة الداخلية سابقا في بياناتها عن يعني تعليق قدوم الرحلات من عدد من الدول في جنوب القارة الإفريقية. هذه هي أبرز المستجدات حتى الآن صهيب، مع الأخذ بالاعتبار بأن كما ذكرت في بداية حديثي لا توجد أي إصابة بالمتحور الجديد في السعودية. في السعودية، هذا في السعودية، ماذا عن فرنسا؟ زين عادي، هل تم رصد أوميكرون في عدد من الحالات في فرنسا، وما الإجراءات التي تتخذها باريس للتصدي لانتشار المتحور الجديد؟ نعم مساء الخير صهيب، يعني في الواقع منذ قليل فقط ورد خبر بأن ربما يشتبه هناك 10 إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون قد اكتشفت في فرنسا. الآن تجري الدراسة على تلك الإصابات، هل فعلا هي مؤكدة أم لا؟ ربما خلال الساعات القليلة القادمة سيتم التأكد من ذلك. لكن وزير الصحة اليوم أوليفيا فيران يعني تحدث بأن ربما كون يعني وصل هذا المتحور الجديد إلى أوروبا وإلى الدول المجاورة لفرنسا، فربما تمكن من الدخول إلى فرنسا، لذلك فرنسا الآن حذرة جدا من انتشار هذا المتحور في البلاد. بالنسبة للحدود ما زالت مفتوحة، لكن يعني علق الطيران مع 7 دول إفريقية، وأيضا فرنسا تقوم الآن بتجهيز رحلات طيران من أجل يعني إجلاء رعاياها من إثيوبيا، ستبدأ من هذه الليلة. إجراءات فرنسا إلى الآن يعني ليست واضحة إن كان هناك قيود أخرى صحية بهذا الاتجاه، لكن يعني في مواجهة الموجة الخامسة في فرنسا ما زالت بالنسبة للوباء ما زالت فرنسا تتبع أسلوب يعني الجرعة المعززة، وهي الجرعة الثالثة، وبدأت حملات التلقيح من الجرعة الثالثة فعلا في الأمس. نعم، وفعالية اللقاحات تحدث عنها بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني. مصطفى زارو، أهلا بك مرة أخرى، وسمعنا تصريحات عديدة اليوم من بريطانيا، منها لساجد جويد كذلك. ما هي الاستعدادات وحجم القلق كذلك في بريطانيا من أوميكرون؟ أبدأ صهيب أولا بطلب بريطانيا عقد اجتماع لوزراء الصحة في مجموعة 7 التي تترأسها بريطانيا في هذه الدورة. أما بالنسبة لوضع فيروس كورونا بالتحديد أوميكرون، تم التأكيد على أن هناك حالة ثالثة
سجلت اليوم بعد أن أكدت سلطات الصحة، لكن هذا الشخص المصاب بهذا المتغير الجديد غادر البلاد، وبالتالي يتم الآن تتبع الأماكن التي كان فيها في هذه المنطقة في منطقة ويستمنستر بوسط لندن لمعرفة ما إذا نقل الفيروس إلى آخرين. هذا بالإضافة إلى حالتين أعلن عنهما أمس، وتم اتخاذ إجراءات لحصر هذا الوباء وهذا المتغير بالتحديد، لأن هناك مخاطر بأن يكون أكثر انتقالاً وسريع الانتشار، بالإضافة إلى ربما سيؤثر على العلاجات واللقاحات يعني التي يتم تطعيم الناس بها في هذا البلد. لكن بحسب بوريس جونسون قال بأن برنامج التطعيم هو جيد، وأن هذا الفيروس ربما ربما سيكون هناك تعديل للقاح إذا ما لم يستجيب لمختلف اللقاحات المتوفرة حاليا. بالنسبة للإصابات، الإصابات يعني في تزايد، يعني بما هو معدل 44 ألف شخص يصابون بهذا الفيروس أي الدلتا، لكن القلق الآن وهو أوميكرون. هل هذه الإجراءات التي تم اتخاذها ستكون كافية؟ لكن هناك من يتوقع أن الإصابات ستزيد في الأسابيع المقبلة بسبب أولاً الاختلاط للحالتين، وأيضاً لأولئك الذين وصلوا من القارة الأفريقية من جنوب القارة الأفريقية خلال الأسبوعين الماضيين بما يقارب من 700 شخص، ونعرف ماذا حصل بالنسبة لأمستردام، يعني رحلتان فقط يعني تم التأكد بأن هناك 13 شخصا أصيبوا بأوميكرون. صحيح، نعم. ماذا عن فلسطين؟ خالد القاسم مساء الخير مرة أخرى. إسرائيل أغلقت حدودها من أجل منع وصول أوميكرون، هل في الأراضي الفلسطينية تم التأكد إذا كان هناك أي حالات من المتحور الجديد؟ بحسب وزارة الصحة الفلسطينية صهيب لا توجد أي حالات حتى هذه اللحظة، رغم تأكيد وزارة الصحة بأنه حتى وإن وجدت لن يتم اكتشافها في الأراضي الفلسطينية بسبب افتقار وزارة الصحة للمساحات الخاصة بفيروس أوميكرون، وأنها تعمل على توفيره في أقرب فرصة، ولكن هناك دعوات من وزارة الصحة ومن اللجنة الوبائية إلى توخي الحذر واتباع وسائل السلامة. هذا في الجانب الفلسطيني، وهو ليس بمعزل أو لن يكون بعيدا عن التأثير بالنسبة إلى إسرائيل، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اكتشاف حالة ثانية هذا اليوم مصابة بفيروس أوميكرون قادمة من جنوب أفريقيا، وما أثار الهلع بعنا هذه المصابة وهي امرأة سافرت من تل أبيب بالباص حتى إيلات، نتحدث عن 4 إلى 5 ساعات سفر. هناك مناشدات من وزارة الصحة الإسرائيلية لكل من سافر في هذه الرحلة أن يقوم بعزل نفسه والخضوع لفحوصات PCR، كما سمحت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف كورونا في إسرائيل لجهاز الأمن العام الإسرائيلي بتتبع الهواتف النقالة لمصابي كورونا على الأقل لمدة أسبوعين، كما أن هناك في إسرائيل إجراءات صارمة بالنسبة إلى المطارات. القادمون من المناطق التي تصنفها إسرائيل حمراء يجب عليهم أن يخضعوا للعزل في الفنادق المخصصة لمصابي كورونا، ويتم فحصهم فور وصولهم، ويتم فحصهم بعد أسبوع، ثم ينتقلون إلى عزل آخر في مناطق أخرى. ولكن المحصنين بجرعتين ضد كورونا يتم عزلهم لمدة 3 أيام، ويخضعون في نهاية اليوم الثالث إلى فحص PCR، وإن تأكد خلوهم يتم تحريرهم من العزل. هناك مخاوف في الأراضي الفلسطينية من انتقال العدوى إذا انتشرت في إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية بسبب الحالة المعقدة، سواء عن طريق العمال الفلسطينيين وهم بعشرات الآلاف الذين ينتقلون إلى إسرائيل ويعودون يوميا، أو من خلال الجنود الذين يحتكون بالفلسطينيين في نقاط التماس أو عند مداهمة المنازل الفلسطينية. هناك مخاوف حقيقية هذه المرة من انتشار فيروس أو متحور أوميكرون في الأراضي.
الأراضي الفلسطينية. شبكة المراسلين العربية من رام الله، لندن، باريس والرياض، خالد القاسم، مصطفى زاروزين، عادي وعبد الواحد الحميد، شكرا جزيلا لكم جميعا.